مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف الحيوانات. عندنا اليوم طائر زينة يستخدم في الزينة بكثرة، اسمه طائر الحرائق الأفريقي أو طائر الحرائق الداكن أو طائر النار الأزرق. هو نوع شائع من عصفور الاسترلد الموجود في جميع أنحاء أفريقيا تقريبا. يبلغ مدى انتشارها العالمي المقدر ب 5.5 مليون كيلومتر تقريبا. تفضل طائر الحرائق الأفريقي عموما المواطن الرطبة ذات الغطاء النباتي الكثيف مثل السافانا. طائر هذا آخر عند حواف الغابات والسفر مع غابات الأكاسا والعشب المرتفع داخل النباتات الشوكية على طول جداول والأنهار ذات الغطاء النباتي الكثيف. يمكن رؤية طائر الحرائق الأفريقي في حول الحدائق والقرى الريفية، ولكن ليس بشكل شائع مثل بعض أنواع الطيور الأخرى. طائر الحرائق له عدة ألوان، منه البني ومنه الأزرق ومنه المحمر، يعني متعدد الألوان، والزيتوني، ويصدر أصواتا تويت 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 وصوت ترويت وبصوت عال أيضا، أصوات جميلة، والذي غالبا ما يتبعه وينك وينك. يتغذى التغذية والتكاثر. يتغذى طائر الحرائق الأفريقي بشكل أساسي على البذور المكملة بالحشرات، ويتغذى في القالب على الأرض ويبحث في التربة عن الطعام. يحدث ازدواج أو حفلات عائلية صغيرة، وقد يختلط مع طيور النيران الأخرى يعني من نفس النوع، ويبقى قريبا من الغطاء ويتراجع سريعا إلى الغطاء إذا انزعج الغطاء النباتي. يبني ذكر طائر الحرائق الأفريقي العش، وهو عبارة عن هيكل دائري بمدخل جانبي، وتتكون القشرة الخارجية من شفرات طويلة وجافة من العشب، وهناك قشرة داخلية من أزهار العشب الناعم، وأحيانا تكون مبطنة بالريش. عادة ما يتم إخفاء العش عميقا في العشب الطويل السميك أو الشجرات ذات الأقواس أو في عشب الذي ينمو بين الأغصان المتساقطة. طائر جميل حقيقة، ويستخدمونه كطيور زينة في المنازل. لمزيد من المعلومات الرابط أسفل الفيديو. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايكات، تابع الجرس ليصلكم كل جديد. السلام.